بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا رجل أعمال، ولكنني أعترف في هذه اللحظة أننا مقصرين في دعم الشباب، أنا عن نفسي. لذا قررت من فضل الله سبحانه وتعالى، عندما دخلت الأمارة في الصباح الباكر الساعة 11، أنا أتبرع بأرض مساحتها 10,000 في منطقة البوابة في مشروع بموجب صك شرعي. ثم لما حضرت الاجتماع الأول مع سموكم الكريم قبل فترة بسيطة ساعات، قررت أن أزيدها 10 إلى 20,000. ثم بعد ما سمعت الشباب عملتها 30,000. ثم عندما عملت رأي سموكم الكريم بكلامك عن الشباب في الشاشة وكلامك الآن، رأيت من واجبنا الوطني ليس تبرع وزلف أو أن يكون هذه المساحة 50,000 متر من الأرض شباب مكة، تكون وقفة من وقاف الله تعالى، تمثل الأمانة ما شاءت بطريقتها التي تراها في تنظيمها. وسأدفع عليها مبدئيا 2,000,000 ريال لتصوير هذه الأرض ملكهم الخاص وأتنازل فيها. كثر الله من أمثالك. في سؤال ثاني؟ طيب، أنا شاكر ومقدر، وإلى الأمام أيها الشباب وأيها الشيوخ من رجال الأعمال، هذه قدوتكم سمعناها في هذا اليوم، شكرا لكم. شكرا.